الناس فاهمه ان انا متجوز اللي انا بحبها هبقى سعيد، اما اعمل الفلوس اللي انا عايزها هبقى سعيد، اما اخد الشهاده اللي انا بحبها هبقى سعيد. الحقيقه لا، السعاده حاله شعوريه، الحاله الشعوريه دي موجوده في قلبي هنا، موجوده في جوه صدري. الباقه بتقدم منظور وادراك غني جدا لمراقبه الشعور والوصول لحلول سريعه تفيد صاحبها او صاحبتها وتنقله او تنقلها مباشره الى حال فيه اكثر استقرار واكثر هدوء واكثر سكون. الباقه دي عباره عن كبسوله غنيه جدا موجهه لكل الناس اكثر من فوق سن مثلا ال20، لهم عندهم تجارب وعندهم حياة وعندهم مشاكل، وإدراكهم لطبيعة الاضطرابات اللي بتعطلهم وكيف يتعاملوا معها طبعا بيعمل لهم فرق كبير جدا في حياتهم، وبينقلهم نقلات كبيرة جدا. لأن لا تتخيلي أن معظم المشاكل في حياتنا نتيجة مشاكل بسيطة احنا مش عارفين نعملها. فالباقة موجهة لأي حد عايز يلاقي حلول لمشاكله المتكررة في حياته، المشاكل اللي بتعطله في حياته، المشاكل اللي بتأخره في حياته، لأن احنا معظمنا مشاكلنا اللي بتأخرنا في حياتنا هي نفس المشاكل في صور متكررة واحنا مش واخدين بالنا منها. عندما يتعلق الإنسان بأي معنى شعوري أو بأي احتياج مادي بيجد صعوبة إن هو يعيش سعادة في ظل غياب تعلق بتاعه. فالإنسان ما بيتعلق أنا لازم أتجوز اللي بحبها وبالتالي في مشاكل في جوازه، فهو عايش حياة تعيسة جدا إن هو مش قادر يحقق اللي هو عايز يوصل له. فالتعلق هو تجربة بيمر فيها الإنسان بمعاناة صعوبة أو عدم تحقيق ما يريد، فبالتالي هبقى مبسوط إزاي وأنا متعلق. لكن لو بدلت التعلق ده وتعلمت ازاي ابدل التعلق ده بان انا اكون ان انا حابب اتجوز قريبتي ولا اتجوز جارتي ولا الانسان اللي بحبها دي، بدلت هذا التعلق بان انا حابب هذا وان انا منفتح جدا ان لو ما حصلش توفيق احاول تاني واحاول تالت، ولو ما حصلش نصيب ان انا ما فيش نصيب، بحيث ان انا ما اعيش تحت ضغط الالزام، لان التعلق الزام وبالتالي مع الالزام ما فيش سعاده. انا حابب ان انا اعيش وسط عيلتي واعيش الانتماء مع عيلتي، ده جميل جدا، انا لازم اعيش الانتماء مع عيلتي، ده تعلق. انا حابب اكون دايما تصرفاتي وافعالي صح، انا لازم اعيش صح، ده تعلق. انا حابب ان انا اكون حنين، احب الحنيه، احب حنين على الناس والناس حنينين عليا، انا لازم اعيش الحنيه، ده تعلق. فالتعلق بيحول اي شعور جميل الى معاناه بان انا بألزم نفسي بيه. الحاله الشعوريه دي مش ممكن واحد يشتريها من حد، وده المفهوم الخاطئ اللي الناس عايشه فيه. وبالتالي استحضار السعاده اساس لحياه ذات جوده عاليه، والا جوده حياتي هتنهار بشكل كبير جدا، وده اللي معظم الناس عايشه فيه، عايشين في حياه ما فيهاش جوده، يعني حياه ضعيفه للغايه وقد تكون مؤلمه. باقه السعاده بتتميز ان البعد التدريبي فيها بعد كبير واخد وقت فيها وقت طويل كمان، بحيث ان المشاركين في البرنامج بيقدروا يشوفوا ويتابعوا حالات كثيره من الذكور ومن الاناث تم فيها تطبيق اللي اتعلموه في البرنامج، فبيقدروا يشوفوا ازاي انا بحط ايدي على التعلق وعلى المشكل وازاي بشخصه وازاي بتعامل معاه. في باقه السعاده بنتعلم ان المشاعر اختيار، إن قوة أي إنسان ذكر أو أنثى قوته الشعورية في قدرته على اختيار الشعور، وفي عالم الشعور ليس هناك cause and effect، مفيش سبب ونتيجة في عالم الشعور. في عالم الشعور أنا ممكن أختار أي شعور أنا عايزه بدون سبب، فبنتعلم إن احنا نختار المشاعر الإيجابية القوية اللي هي تقوينا وتمكننا من إن احنا نعيش جودة حياة عالية وحياة بنحقق فيها اللي احنا حابينه. الوعد اللي بتقدمه ضغط السعادة هو ان كل اللي بيشارك في هذه الباقة هيخرج منها على درجة جيدة جدا من القدرة على ادراك كيف تحدث المشاكل في حياتي وكيف يحدث التعطيل في حياتي وكيف اتعامل معها.